دكتور كيرولوس برسوم، استشاري جراحة أورام الثدي التجميلية، مدرس الجراحة العامة كلية طب قصر العيني، حاصل على ماجستير الجراحة العامة، عضو كلية الجراحين الملكية بلندن، حاصل على دكتوراه الجراحة العامة جامعة القاهرة، والمؤسس لمركز برسوم بريست سنتر BBC. عناوين المركز: المهندسين والتجمع الخامس، تليفون المركز 012-11-49-49-44، واتساب 031-79-57-237، فيسبوك برسوم بريست سنتر BBC، ويب سايت برسومبريستسنتر.com. احنا عندنا في المركز نظام متكامل لتشخيص وعلاج اورام الثدي، بيبدأ من مرحلة ما قبل العملية. اول ما المريضة بتجيلنا بتدخل على العيادة التحضيرية. العيادة التحضيرية بنعمل فيها 3 حاجات. اول حاجة الكشف، ده بناخد فيه تاريخ مرضي، وبعد كده بنفحص المريضة اكلينيكيا. تاني حاجة بنطلب الفحوصات المطلوبة. بعد كده بناخد عينة بالإبرة من الكتلة الموجودة، وبنبعت العينة للدكتور الباثولوجي أو تحليل الأنسجة عشان يقول لنا الورم ده ورم حميد أو ولا ورم خبيث. وبنعمل حاجة اسمها دلالات الهرمونات، دي بتساعدنا في تحديد نوع العلاج المناسب. أول ما بنخلص العيادة التحضيرية بنبتدي نبقى جاهزين للخطوة الثانية، هي العرض على فريق من المتخصصين. الفريق ده بيبقى فيه استشاري جراحة أورام الثدي، استشاري علاج الأورام، استشاري الأشعة التشخيصية والتداخلية، واستشاري جراحة التجميل. ندخل على مرحلة العمليات. اول حاجه العمليات لازم بتتم في مكان مجهز للعمليات، نوع ده من العمليات. تاني حاجه بيكون معانا جوه العمليات دكتور الباثولوجي ودكتور تحليل الانسجه. احنا بعد ما بنشيل الكتله الموجوده في الثدي او الورم الموجود، هو بياخد الكتله دي ويعمل لها تحليل واحنا موجودين جوه العمليه، يتاكد ان الورم كله اتشال تماما. كمان بنقدم آخر حاجة في العمليات المتقدمة في جراحات الثدي، وهي الجراحات التجميلية. الجراحات التجميلية دي بنقدر بيها نشيل الورم فقط ونحافظ على شكل الثدي. كمان بنعمل جراحات حديثة في الغدد الليمفاوية اللي موجودة تحت القبض. بدل من الاستئصال الكامل بنقدر نعمل حاجة اسمها الغدة الليمفاوية الحارسة، بناخد بس عينة من الغدد الموجودة تحت القبض ونديها للدكتور الباثولوجي اللي موجود معانا في العملية، ولو قال لنا ان الغدد غير مصابة بالتالي نتجنب استئصال كل الغدد ونتجنب الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل من استئصال الكل للغدد زي آلام الذراع وزي تورم الذراع. بعد العملية كمان عندنا نظام متكامل للمتابعة. احنا بنتابع مع دكتور الجراحة ودكتور علاج الأورام حتى تمام الشفاء. كمان عندنا فريق للدعم النفسي، وعندنا استشاري علاج طبيعي لو عندنا مشاكل حصلت للمرضى اللي هم بيشيلوا الغدد الليمفاوية زي تورم الذراع أو آلام في الذراع. عندنا دكتور العلاج الطبيعي بيبتدي يتعامل مع القصة دي. احنا موجودين معاك على طول، احنا بس مش بنستقبل الحالة ونعمل عملية ودورنا ينتهي. احنا فريق متكامل بناخد الحالة من أولها لآخرها حتى تمام الشفاء.